اكيد الاهتمام بالقدامى الرياضيين في مجال كره القدم وفاء، والنهارده يوم الوفاء الخامس. الحقيقه احنا اعتدنا ان احنا نحتفي بيهم ونكرمهم. الحمد لله يعني وزاره الشباب والرياضه وعشان جمعيه وزاره التضامن وناس كتير قوي بتدعم هذا اليوم وبتدعم قدامى الرياضيين، بنقول لهم احنا معاكم، بنقول لهم ربنا يديكم الصحه. النهارده شفنا اسماء كتيره وكبيره كنا بنشوفها في الملاعب بنفتكرها ويعني دايما معاهم، وربنا يديهم الصحه. طبعا انا سعيد جدا بالوجود في وسط الكوكبه اللي موجوده دي، الكوكبه الرياضيه، بحضور سياده الوزير طبعا اشرف صبحي الداعم الرئيسي للجمعيه، والتكريم اللي تم النهارده والتكريم اللي تم لكل الناس، وان انا تم اختيار ان انا اقول الكلمه بالنيابه عن كل الناس الرياضيين في الجمعيه والمكرمين. دي حاجه اسعدتني جدا 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 جدا. الحمد لله الجمعيه دي نشات قويه وبدات تقوى اكتر، وباذن الله باذن الله تقوى اكتر واكتر. واللي انا شايفه من الحاجات اللي بتتعمل وجود الكابتن احمد شوبير دلوقتي بعد الكابتن عبد المنعم الحاج الله المرحوم، طبعا كابتن عبد المنعم مدربنا واستاذنا وكل حاجه بالنسبه لنا، فلما نيجي نقول في وجوده انا متاكد ان الجمعيه هتنال كل الحمايه وكل الشغل وكل كل حاجه اللي باذن الله باذن الله تظهر للرياضيين ان ما فيش باذن الله مش هيبقى ما يبقاش في رياضي محتاج. كل الشكر والتقدير معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي والقائمين على جمعيه رعايه اللاعبين القدامى، بنقول لهم الف شكر على رعايتكم الجميله لكل لعيبه مصر برعايه السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي وبرعايه كل القائمين على اعضاء الجمعيه، كابتن ابو رجيله كابتن شوبير وكل القائمين على الجمعيه، نقول لهم احنا متشكرين ليوم الوفاء العظيم ده اللي هو بيتجمع فيه كل لعيبه مصر. النهارده انتوا كقنوات في لعيبه انت اول مره تشوفها، يعني انا اول مره اسجل معاك واول مره اسجل على القناه الاولى اول مره، فدي حاجه جميله بالنسبه لي ان انا شفت ناس كتير النهارده من حبايبي لعيبه القدامى، زمايلي اللعيبه القدام ولعيبه كتير جدا جدا من الجيل اللي قبل لينا انا شفتهم النهارده، حاجه جميله حاجه تفرح، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. يمكن احنا كلعيبه اهلي او زمالك او مدربين عندنا حظ الاوفر في الظهور في السوشيال ميديا يعني او في الاعلام. في ناس تاني احسن مننا وديت اكتر مننا بس مش على الساحه. النهارده اليوم ده وانتم كلكم مشكورين بتحاولوا تطلعوا اليوم فعلا على قد الكلمه. وانا قلت من ساعه التسعين مفيش انتماء عشان الاحتراف وكل واحد مهتم بنفسه بس، لكن كون الدوله بوزير الشباب والرياضه والدكتوره نفين ان تسعى ليوم زي ده عشان الناس تفتكر انت عملت ايه لمصر. انا يعني كان الاول عندي تحفظ ان انا لما واحد بيموت بيكرموه، هتكرم في امامات، هتدي لابنه تدي لكن دلوقتي حاجه جميله. ويمكن النهارده هتشوف في لعيبه او مدربين ادوا مصر كتير اكتر مننا احنا، بس محدش مش عايز اقصر او انتوا تاثروا معاهم، مش ظاهرين على الشاشه. لكن اليوم ده النهارده اليوم الوفاء فعلا، انا بشكر الوزير ان هو جمعنا وخلاني انا شخصيا اشوف ناس بقالي 20 سنه ما شفتهاش. فكل ما واحد يشوف حد طب انت على الاقل انت مطمئن ان انت عندك بلد بتفتكرك على الاقل وتشكرك على المجهود اللي انت عملته في خلال 10 15 سنه. وطبعا كل الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكل الشكر لوزيره التضامن، لان فعلا التكريم النهارده التكريم الخامس وتحت قيادتهم، وجمعيه رعايه اللعيبه القدامى الحمد لله بتحاول بقدر الامكان ان تسعد نجوم الكره القدامى، واحنا بنبقى سعداء جدا ان احنا بنشوف نجوم بقى لنا فتره كبيره ما شفناهاش، واتمنى ان احنا المستقبل يبقى فيه احسن بكتير قوي من كده يعني. لا والله طبعا الواحد سعيد جدا، لان الوفاء ده حاجه قيمه كبيره قوي، والناس اللي احنا برضه الجمعيه بتكرمها بصراحه ناس تستحق، كلهم رياضيين وكلهم ادوا دورهم، وفيهم ناس ظروفها وحشه، فالتكريم بيبقى دايما للناس كلها سواء ادبي او معنوي او مادي. والجمعيه الحقيقه يعني يمكن لازم الواحد يشكر فيها الناس اللي قامت عليها في البدايه، على راسهم الله يرحمه محسن ايه الكابتن عبد المنعم الحاج،
وكابتن محمود ابو الجيره ربنا يديله الصحه والعافيه، واحنا بقى امتداد ليهم مع الرئيس الشوبير طبعا دلوقتي هو رئيس الجمعيه، وكابتن فتحي مبروك موجود، وكابتن رضا ياسين. ففي جهود كبيره قوي بتتعمل، في زياده سنه عن الثانيه، الاعداد بتزيد اللي هي بتتكرم، والاسر بتزيد، والدعم كمان بيزيد سواء من وزاره التضامن او وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف، وفي نفس الوقت رجال اعمال اتحاد الكوره، كل دول بصراحه هم اللي قوموا الجمعيه، ويعني اتمنى ان هي تستمر ونهج كويس قوي. المفروض ان كل المجالات يبقى موجود، فان شاء الله يعني من السنه الاحسن الثانيه للثانيه احسن.